والله هي العملية صعبة شوية، بس الحمد لله يعني على كل حال. وفي الأول بشكر قناة نادي الأهلي، والحمد لله أنا على العملية كانت صعبة شوية، بس الحمد لله لعيبة نادي الأهلي دايما رجالة وبيبقى قد المسؤولية وبيعدوا منها بسرعة إن شاء الله. والله هي كانت هجمة مع انفراد كده، استلمت الكورة وبلعبها ببطن رجلي، جه المدافع دخل بسن رجله كده في العصبة بتاعت رجلي داخلة، يعني تبطل كورة. أنا أول حاجة يعني بصيت على رجلي ما صدقتش انا ليه، وببص الناحيه التانية لقيت الكابتن فتحي مبروك والكابتن هشام حنفي والكابتن اكرامي، لقيتهم جايين عليا جري. انا طبعا خفت، والكابتن فتحي بيتكلم معايا قلت له يا كابتن انا رجلي فيها حاجه، انا اللي حاسس بيها، انا رجلي بص. قعد يقول لي لا ما تخافش ان شاء الله خير، وانت راجل وما تخافش ما فيش اي حاجه، ده هي كدمه بسيطه. بس كان المنظر كان وحش وحش بصراحه انا شفتها. ربنا يبعد عن الاصابات عن اللعيبه بحالها يا رب. انا بشكر النادي الاهلي ومجلس الاداره وكابتن فتحي وكابتن هشام وكابتن اكرامي بصراحه. يعني انا ما كنتش مصدق، انا كنت مصدق ان انا هعمل عمليه لسه بعد اسبوع. انا لقيت العمليه اقل من 24 ساعه كنت عامل عمليه، والدنيا كانت حلوه يعني بصراحه، والنادي الاهلي ما سابنيش وكل دقيقه بيكلموني وكابتن فتحي والنادي كله والجهاز والفرقه والناس بحالهم بصراحه بيقولوا لي الحمد لله. يعني بعد الماتش لقيتهم كلهم بيكلموني وكلهم جم قعدوا معايا هنا لحد الساعه 1، ومش عايزين يمشوا، عايزين يباتوا معايا، وكلهم باين عليهم الحزن وكانوا بيبكوا جامد. وهي دي طبعا النادي الاهلي، كلنا واحد، ما بتفرقش، كلنا عندنا دايما كلنا واحد، ولا بتفرق معانا بقى مين ده ومين ده، لا احنا كلنا واحد. هو نادي الاهلي كده. اخويا كان فتح النت كده بالصدفه، ليه صور، هو استغرب، رن عليا ما ردتش، رن على كان عربي معايا واحمد اشرف وكابتن راشد، قالوا له لا ده حاجه بسيطه، قال لهم لا هو في ايه، قولوا لي، قالوا له ده حاجه بسيطه يعني. والدنيا اتقلبت عندنا بصراحه، مش اخواتي بس ولا اهلي، البلد بحالها اتقلبت عندنا والحمد لله. يعني انا كاريت ابرواش، بلد جميله، الناس بحالها بتحبني هناك، وانا والله بموت نفسي عشانهم، ونفسي اعمل لهم حاجه واحقق لهم اللي هم نفسهم يشوفوني فيه، وان شاء الله ربنا يكرمني يعني واقدر احقق لهم اللي نفسهم يشوفوني فيه يا رب. لا بصراحه موقف زي ده عرفني قيمه المكان اللي انا فيه بصراحه، يعني ما بيسيبوش حد في ظهري، دايما بيتكلموا معايا، وبصراحه انا مبسوط ان انا في نادي الاهلي، ده نادي القرن طبعا وده بيتي بصراحه. انا بشكرهم جدا 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 بصراحه، يعني ما سابونيش ولحد دلوقتي بيكلموني وقالوا لي لو عايز تسافر بره احنا نسفرك، بس هي العمليه الدكتور هنا قال له لا هي العمليه مش محتاجه ان هي تسافر. كابتن اتكلم معايا، كابتن فتحي اول حاجه قالها لي، قال لي يا حبيبي كل حاجه ما معموله لك، فلوسك كل حاجه، وما تقلقش من اي حاجه، انت في نادي الاهلي وما تخافش، ودايما بيكلموني وسندوني على طول. يعني حماده الحمد لله عمل العمليه امبارح، طلعنا بالسلامه، طلعنا من العمليه الساعه 1 الظهر. العمليه تمت تحت اشراف دكتور حسن البربري استاذ جراحه العظام. الحمد لله العمليه عدت كويس، الاصابه الحمد لله رب العالمين، فاحسن وضع احنا مطمنين عليها حاليا، وان شاء الله متوقع ان احنا نخرج من المستشفى بكره او بعده كتير باذن الله. بدايه الاصابه كان تاكلينج في 18، حماده كان بيستلم الكرة وبيعدلها، فالمدافع بتاع الانتاج الحربي دخل عليه عمل له كسر في منتصف الساق اليمين، كان كسر في عظمه الشظيه وعظمه القصبه. اللي تم في العملية ان احنا ركب حاجة اسمها مسمار نخاع تشابكي علشان يبقى احسن وضع لتثبيت الكسر، واحسن وضع يساعدنا ان احنا نرجع حمادة ان شاء الله بدري في الملعب. وانا عرفت الواقع على عن طريق النت، عن طريق احد اصدقائي بلغني ان في اصابة قوية لحمادة ونزلت على موقع الاهلي، فاتصلت بحماده ما ردش عليا، واتصلت بعربي بدر زميله ورد عليا، وكلمت الكابتن محمد راشد قالوا لي بسيطه، فجيت على طول من ابراش هنا اللي هنا حوالي 4 دقائق، فجيت لقيت اصابه كبيره شويه، فاخذنا الاجراءات والنادي الاهلي ما تاخرش عليه بصراحه، اجراءات كانت سريعه جدا، والحمد لله يعني تمت العمليه على اكمل وجه. وطبعا مش هقدر اقول غير ان النادي الاهلي دائما سباق لابنائه وبيعمل مع ابنائه وما بيتاخرش عن ابنائه في اي حاجه. طبعا النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، وبالنسبه لنا احنا كعيله قرويه وبلد عندنا ابو رواش، انا من ابو رواش مركز كرداسه، البلد كلها اهلاويه وكلهم بيحبوا حماده، والنادي الاهلي تملوا يعني او دائما بيبقى واقف مع ابنائه، وبصراحه
من الكابتن فتحي مبروك والكابتن الخطيب، وبشكر مجلس ادارته وبشكر الجهاز الطبي والفني ورئيس قطاع الناشئين والكابتن هشام حنفي، وبشكر اللاعبين وكلهم بصراحه مساندينه جامد، وكانت يعني كل ما بنطلبه اي حاجه بنطلبها بنلاقيها مجابه في الحال. فطبعا انا بشكرهم جميعا. ولو فضلت اتكلم عن النادي الاهلي، هو دي النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، فانا بشكرهم جدا.